عليكم إخواني التلاميذ، الآن مع تتمة درس الدوال الأصلية الجزء الثاني وإنجاز بعض التمارين الكتاب المدرسي. قبل البدء يجب على التلميذ أن يشاهد الفيديو السابق للدوال الأصلية الجزء الأول، وكذلك أخذ قلم وورقة وإنجاز جميع المراحل المتبعة في هذا الفيديو لكي يستفيد أكثر. نقوم بتذكير. تذكير: رأينا في الفيديو السابق العلاقة التالية. أي عدد ك الأصلية ديالو شنو هي؟ هي ك إكس. مثلا 2 الأصلية ديالها 2 إكس، ناقص 5 الأصلية ديالها ناقص 5 إكس. العلاقة الأولى. العلاقة الثانية اللي عندها أكثر أهمية، إكس أس إن الأصلية ديالها هي إكس إن بلس إن على إن بلس إن. مثلا إكس أس 3 الأصلية ديالها هي إكس أس 4 على 4، إكس أس 5 الأصلية ديالها هي إكس 6 على 6، والأصلية ديال القاعدة الثالثة ديال 1 على إكس أو كاري هي ناقص 1 على إكس. وشنا كذلك القاعدة ديال الجذر إكس، وشنو لقينا؟ الأصلية ديالها هي 2 على 3 جذر إكس أس 3. لمن يريد معرفة أكثر حول هذه القواعد يجب مراجعة الفيديو السابق. الآن سننتقل إلى فقرة أخرى من الدوال الأصلية. القاعدة الأولى: إلا حنا عندنا شي دالة تكتب على شكل إي بريم، إي أس إن، شي دالة تكتب على الشكل، أصليتها هي إي إن بلس إن على إن بلس إن. نديرو مثال. مثلا حنا عندنا إي بريم إي أس 3، إذا الأصلية ديالها هي إي 3 زائد 1 هي 4 على 3 زائد 1 هي 4. مثلا لقينا شي دالة اف دو اكس، مثلا كان شي دالة اف دو اكس تكتب على شكل اكس بلس ان بريم او اكس بلس ان اس 5، الاصلية ديالها هي، اذا شو كنلاحظو، ها هي اي بريم وها هي اي اس 5، الاصلية ديالها هي اكس بلس ان 5 زائد 1 هي 6 على 5 زائد 1 هي 6 بلس سي. نزيدو مثال اخر. مثلا لقينا شي دالة على هذا الشكل اف دو اكس، مثلا لقينا 3 اكس او كاري زائد 2 مشتقة و 3 اكس او كاري زائد 2 اس 3، اذا الاصلية ديالها اف دو اكس شنو هي؟ هي 3 إكس أس 2 زائد 2، 3 زائد 1 هي 4 على 3 زائد 1 هي 4 زائد سي. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية لأكثر أهمية، من غلقوا شي دالة على الشكل إي بريم على إي أو كاري، دونك الأصلية ديالها هي ناقص 1 على إي. نديرو مثال. حنا عندنا شي دالة اف دو اكس، مثلا جوج اكس اس 3 زائد 1 بريم على
جوج إكس أس ثلاثة زائد واحد أس اثنان. الأصلية ديالها هي إذن ها هي U بريم وها هي U أو كاري. الأصلية ديالها هي ناقص واحد على U جوج إكس أس ثلاثة زائد واحد بلس C. القاعدة الثالثة المهمة، ملي غنلقاو شي دالة على شكل U بريم على جذر U، U بريم على جذر U، الأصلية ديالها هي جوج جذر U. مثال، عندنا حنا شي دالة F دو X، مثلا X بلس 1 بريم على جذر X بلس 1، الأصلية ديالها f دو x هي جوج جذر. إذن ها هي u بريم وجذر، إذن هي جوج جذر x بلس 1 بلس c. إذن القواعد المهمة في الفقرة الثانية هما هادو، إنت القواعد اللي خصنا نحفظوهم باركور. والآن نمر إلى تمرين اثنين وعشرين الصفحة ستة وستين من كتاب رحاب في الريديات. إذا تصحيح تمرين 22 من الكتاب المدرسي، حدد في كل حالة من الحالات الآتية الدوال الأصلية للدالة F المعرفة بما يلي. نمشي للدالة الأولى. الدالة الأولى شنو هي؟ F دو X ماذا تساوي؟ 4 X أس 4 زائد 3 X أس 3 زائد جوج إكس أس اثنان زائد إكس زائد واحد. إذن F تقبل دالة أصلية، F تقبل دالة أصلية لأنها دالة متصلة على R. علاش؟ لأنها حدودية. هذه اللي قلنا بين أن F تقبل دالة أصلية. الآن نمشيو نحددو الدالة الأصلية لـ F. باش نطبقو إلى قاعدة، نلاحظو عندنا هنا X أس 4 X أس 3 X أس 2 X 1. إذا القاعدة اللي غنطبقو هي X أس N الأصلية ديالها هي X N بلس 1 على N بلس 1. إذن الأصلية ديالها f دو x شنو هي؟ نخليو الربعة، هاهي الأصلية ديال x أس 4 هي x أس 5 على 5 زائد نخليو 3، والأصلية ديال x أس 3 هي x أس 4 على 4 نخليو 2، والأصلية ديال x أو كاري هي x أس 3 على 3، والأصلية ديال x هي x أس 2 على 2، والأصلية ديال 1 هي قلنا الأصلية ديال k هي k x، والأصلية ديال 1 هي 1 x هي x زائد 1 ثابتة c. إذا ندوزو لمرحلة التبسيط، f دو x هي 4 على 5 x أس 5، 3 على 4 x أس 4، 2 على 3 x أس 3، زائد 1 على 2 x أس 2 زائد x زائد c. وهذه هي الدالة الأصلية للدالة الأولى. نمشيو إلى الدالة الثانية، f دو x ماذا تساوي؟ 1 على 2 جذر x
زائد ناقص واحد على إكس أس اثنان زائد ثلاثة. حنا قلنا الأصلية ديال شي دالة إي بريم على جذر إكس جذر إي الأصلي ديالها هي اثنان جذر إي، والأصلية ديال واحد على جذر إكس هي في الواقع راها إكس بريم على جذر إكس. نطبقوا القاعدة إي بريم على جذر إي هي جوج جذر إي، إذن هي جوج جذر إكس. اللي بغى يحفظها الأصلية ديال واحد على جذر إكس هي جوج جذر إكس، والأصلية ديال واحد على إكس أو كاري هي ناقص واحد على إكس. إذن بكل سهولة الأصليتها هي إذا إحنا عندنا واحد على جذر واحد على اثنان جذر إكس، إذا نخلي واحد على اثنان في الثقة، والأصلية ديال واحد على جذر إكس هي اثنان جذر إكس ناقص، والأصلية ديال واحد على إكس أو كاري هي ناقص واحد على إكس، والأصلية ديال ثلاثة هي ثلاثة إكس بلس إن كونستانت سي، بحيث سي كينتمي إلى R. إذا إف دو إكس ديالنا اختزل جوج مع جوج تبقى لنا جذر إكس ناقص مع ناقص زائد واحد على إكس زائد ثلاثة إكس زائد سي، بحيث سي ينتمي إلى R، وهذه الأصلية ديال الدالة الثالثة الثانية. نمشيو للدالة الثالثة ثلاثة. شنو هي الدالة اللي عندنا؟ اف دو اكس هي واحد زائد طانجونت او كاري دو اكس زائد سينوس اكس. باش نديرو هاد الدالة الأصلية خصنا نديرو تذكير بالدالة الأصلية ديال السينوس. حنا عارفين المشتقة ديال السينوس، المشتقة ديال السينوس هي كوس اكس، وعارفين المشتقة ديال كوس اكس هي موان سينوس اكس، وعارفين المشتقة ديال طانجونت اكس شنو هي؟ هي واحد زائد طانجونت او كاري دو اكس اللي كتساوي واحد على كوس او كاري اكس. هنا شنو باغيين؟ هنا باغيين العكس الاصليات، مثلا الاصليه ديال سينوس اكس الاصليه ديالها هي موان كوس اكس، الاصليه ديال كوس اكس هي سينوس اكس، والاصليه ديال واحد زائد طانجونت او كاري دو اكس اللي كتساوي واحد على كوس او كاري اكس الاصليه ديالها هي طانجونت اكس. كتلاحظوا العكس عندنا. اللي بغى يحفظهم على شكل خطاطه هنا كوس محور ديال كوس، هنا موان كوس، هنا سينوس، وهنا موان سينوس المقابل ديالو. اذا حنا اذا شقينا السينوس شنو غادي نلقاو؟ غنلقاو الكوس هنا الشقاق، ولا شقينا الكوس غنلقاو موان سينوس الشقاق. موان سينوس شقيناه غنلقاو موان كوس، موان كوس شقيناه غنلقاو سينوس. العكس دابا الكوس اذا درنا ليه اصليه ديالو، اصليه ديالو هي السينوس اصليه، سينوس الاصلي ديالها هي موان كوس، موان كوس الاصلي ديالها هي موان سينوس، وموان سينوس الاصلي ديالها هي الكوس. اذا مشينا في منحى عقارب الساعه اشتقاق العكس تلقاو اصليه. نمشيو للتمرين ديالنا. هو باقي الاصليه ديال واحد زائد طانجونت او كاري اكس زائد سينوس. هنا عندنا جوج دوال، عندنا هاد الداله واحد زائد طانجونت او كاري اكس ديال الاصليه ديالها هي طانجونت اكس،
وعندنا الداله السينوس دو اكس اللي الاصليه ديالها موان كوس اكس. اذا الاصليه ديالها غرو اف دو اكس شنو هي؟ هي طانجونت دو اكس ناقص كوس دو اكس زائد حتى بيتا سي بحيث سي ينتمي الى ار، وهذه هي الاصليه ديالها. نتمنى ان تكون الداله الاصليه مفهومه. نمشيو الان الى الداله الرابعه. شنو الداله الرابعه؟ اف دو اكس هي واحد على اكس اس 3 ناقص واحد على اكس اس 4 زائد 2 على 3 اكس اس 5. بالنسبه لهاد القواعد راهم شفناهم في الفيديو الاول، اللي بغى يمشي يشوفهم. اللي هي شنو؟ واحد على اكس اس 3 الاصليه ديالها شنو هي؟ هي ناقص واحد على 2 اكس اس 2. راه خطا اللي تيدير واحد على اكس اس 3 الاصليه ديالها واحد على اكس اس 4 على 4. هذه كنطبقوها الا كانت عندنا اكس اس 3 في البسط. والاصليه ديال واحد على اكس اس 4 الاصليه ديالها ناقص واحد على 3 اكس اس 3. والاصليه ديال واحد على اكس اس 5 هي ناقص واحد على 4 اكس اس 4. شو كنلاحظوا؟ اننا كنقصوا درجه، بمعنى اذا انت عندك واحد على اكس اس ان شنو غدير؟ بكل بساطه واحد على ان ناقص واحد اكس ان ناقص واحد، تنقصوا درجه. اذا الاصليه ديال هذه اف دو اكس هي اذا واحد على اكس اس 3 الاصلي ديالها هي ناقص واحد على 2 اكس اس 2 ناقص، والاصليه ديال واحد على اكس اس 4 هي ناقص واحد على 3 اكس اس 3 زائد نخليو 2 ونخليو 3 ما نقيسوهمش. والاصليه ديال اكس اس 5 هي واحد على ناقص واحد على 4 اكس اس 4 زائد سي. ودابا نبسطوها، اف دو اكس ديالنا هي ناقص واحد على 2 اكس او كاري ناقص ما ناقص زائد واحد على 3 اكس اس 3 ناقص 2 3 في 4 هي 12 اكس اس 4 زائد سي. هنا اللي بغي يختزل اف دو اكس ديالنا في الاخير هي ناقص واحد على 2 اكس اس 2 زائد واحد على 3 اكس اس 3 2 مع 12 هي ناقص واحد على 6 اكس اس 4 زائد سي. اذا الى هنا اخواني التلاميذ ينتهي تصحيح التمرين 22 من الكتاب المدرسي. بالنسبة للتمرين 23 في الجزء الثالث إن شاء الله، وشكراً.